كده مش هينفع. ايوه فريدة هانم. مين؟ فريدة هانم. اهلا 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 يا ست الكل. ازيك؟ وحشتيني. اتفضل. عاش من شافك. انت اللي قطعت مرة واحدة يا فهمي بيه. ايه؟ مفيش تليفون؟ ولا نسيت نمر التليفون؟ معقولة؟ معقولة يا فريدة هانم أنسى نمر تليفونك؟ يعني كنت على بالك؟ انت في بالي على طول، بس أنا كنت مسافر وقعدت برا شهرين. الحمد لله على السلامة. أموري. أنا جاية لك في طلب صغير قد كده. أنا ومكتبي وموظفيني تحت أمرك. خير يا حسنة؟ جالك العجل يا حبيبتي؟ لا يا أم علي، كدنا العوازل يا حبيبتي، البيت خلاص مش هيتهد. السلام عليكم. السلام عليكم يا باشمهندس. صباح الخير يا باشمهندس. اتفضل اتفضل. ربنا يخليك لينا يا باشمهندس. السلام عليكم. السلام عليكم يا عم جابر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعيده يا عم جابر. اهلا يا ست العرايب. عملت لي ايه في اوضه السفره؟ قطعنا الخشب وهتستلمي في ميعادك ان شاء الله. ربنا يخليك يا عم جابر. واخبار العريس ايه بقى ان شاء الله؟ ده انا واصل لي منه جواب اهو. ما قالكيش فيه هيجي امتى؟ لا لسه ما قريتوش. طب يلا يا حبيبتي عشان تلحقي تقريه. الف مبروك يا استاذ جابر، الف مبروك يا رجال. خير ان شاء الله. خلاص اللجنه قررت ان العماره سليمه وتقعد 10 سنين كمان. انا مش قلت لكم البيت ده جملي ومتين؟ مش زي العمارات بتاع الايام دي الكرتون اللي بتقع قبل ما تتسجن. بس بقول ايه بقى يا رجاله؟ ايوه الله الله على الجد. السباكة اللي في العمارة كلها لازم تتعمل وبسرعة. هتكلفنا كتير المسألة دي؟ هتكلفنا حوالي 1000 جنيه. بس الحمد لله. امال اللجنة لو كانت قررت ان العمارة تتهد كنا زماننا دلوقتي في الشارع كلنا. اعوذ بالله. يا جماعة ده احنا ولاد حتة واحدة واهل. هو اذا كنت زعلانين من حكاية اللجنة اللي جت عينت فده لاني خايف عليكم. وانا مستعدة اثبت لكم حسن نيتي. حرام من البيت على حسابي. لا هو حضرتك هتدفعي تلت التكاليف وبس، لكن احنا هنكمل الباقي. انا اتفقت مع السكان على كده. موافقه. الله. طب وهتفضلوا واقفين كده يا جماعه؟ ما تتفضلوا تستريحوا. احنا مش هنستريح غير لما نطمن. خلاص. وعندكم حد بقى يعمل الترميمات ولا اجيب لكم انا حد من اللي شغالين عندي؟ انا موجود عندي واحد. لا يا ست ولا مؤاخذه، باشمهندس اتفق مع واحد سباك كويس هو اللي هيعمل الشغل. خلاص على خيرة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في ايه يا فريد؟ خير يا جماعة؟ خير ان شاء الله. شوف يا معلم جمعة، احنا جايين نشوف موضوع البيت اللي لممنا هتعملوا فيه ايه؟ البيت؟ ما هي اللجنة جت جمعة. خلاص اللجنة قالت قرارها وانا شخصيا مرحبة بيه. والجماعة خلاص مش زعلانين. مش كده ولا ايه؟ ربنا ما يجيب زعل. تسمح دقيقة واحدة؟ أصل في مشكلة كده صغيرة عايز أخد رأيك فيها. تحت أمرك يا فندم. هو حضرتك مهندس مش كده؟ أيوه. أنا عندي عمارتين في مدينة نصر بقالهم سنتين مش عايزين يشطبوا ومحتاجة مهندس يشرف عليهم، ويا ريت تقوم أنت بالمهمة دي. يا ريت كنت أقدر، بس أنا موظف. ما أنت تقدر تاخد أجازة سنة بدون مرتب. وهدفع لك اللي انت عايزه. وهتدفعي له كام كده يا استاني ولا مؤاخذه؟ اصل علي ده ابني وانا اللي مربيه. يكفيك 500 جنيه في الشهر. ده مرتب كويس قوي يا علي. ده قد مرتبك في الحكومه 5 مرات واكتر. حق يا علي. دي تبقى طاقه القدر ومشيت لنا. المبلغ مش كبير قوي للدرجه دي يا منى. انا ليا زمايلي بيشتغلوا في مشروعات استثماريه وشركات اجنبيه بياخدوا اكتر من كده بكتير قوي. ما تنساش انه اول تعيين ممكن بعد كده تسيب. اهم حاجه في الموضوع ده يا حبيبتي ان ممكن تاخدي اجازه وتقعدي تربي وقتك. ايه ده بقى؟ ايه اللي صح واقف؟
بقول لك تربي وائل مش تنهي لي وائل. ايه اللي صحك يا استاذ؟ تاخد لنا شقه جديده كده في مكان حلو، وكم شهر تجيب لنا عربيه صغيره عشان نفتح فيها وقول. عايز الصراحه يا منى انا متردد. ليه؟ هشتغل عند واحده ست. ومالهم الستات بقى؟ هو مش شغله خلاص؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. ماما خدت الدواء من بدري وزمانها بسبع نومه. والقرد ده ايه اللي مصحيه لغايه دلوقتي؟ القرد الصغير ده عايز مامته حبيبته كده يوقونا؟ يا سلام خلاص ما بقاش في غير الاستاذ وائل وابو وائل راحت عليه خلاص. معدي ده ابو وائل هتفضل زي ما هي طول العمر كده يوقونا؟ جمعه تفتكر الحكايه دي هتنفع؟ حكاية ايه؟ حكاية البيت. ماله؟ لو فعلا قدرنا نهد البيت ده ونبني مطرح عمارة نبيع شواقها تمليك يا ريت يا جمعة. وايه اللي مش هيخليه ينفع؟ طب اسمع انا عايزك تعرف لي مين السباك اللي هيجيبوه يرمم البيت. حاضر يا عيون. حاضر يا روحي. طب نعم يا اخوانا. تعالى يا استاذين وشوف. ياه ايه ده؟ مسكتين عليه لغايه دلوقتي؟ يا ما قلنا ونبهنا لكن مفيش فايده، لازم نستنى لحد اخر لحظه. سكان غلابه يا استاذ جمعه، هيجيبوا منين؟ لو اتلحق اول باول ما كانش حاله وصل لكده. معلش يا استاذين، المهم انك تبتدي شغل من الصبح وفلوسك عندي انا. ماشي الكلام يا باشمهندس. يا ساتر. اهلا وسهلا يا معلم جمعه. لا مؤاخذه، الباشمهندس عايز يشوف عفشه المي. ده بيتك ومطرحك، اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا اسطى. اهلا وسهلا. اهلا يا عم راشد. بتلعب ليه؟ مسلم. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا. ياه معقولة دي؟ ده الحيطان بايشة خالص. وعندنا أكتر. ياه ما قلنا لكم غيروا جلب الحنفيات كأننا بندن في مالطة. مظبوط يا أستاذ راشد؟ مظبوط. طب خدنا إيه يا حسني؟ عاملة فضل تخلك صينية بطاطس في الفرن. باللحمة يا حسني؟ يا أخويا الأمر ما يتلامش، برضه حتى مصورتين في الصينية. هبعت لك طبق تذوق من إيديا. أنت هتقولي لي وهي الايدين الحلوه دي بيطلع منها غير كل حاجه حلوه. ربنا يكبر بخاطرك يا جابر. يخليكي ليا. انا جابر. انا اهو. انت فين يا اخي؟ كنت جروب انا اهو. قلت ايه بقى يا استاذ زين؟ زي ما انت شايف يا معلم، عفشه الميه حالتها تعبانه قوي. لازم المواسير اللي جوه الحيطان كلها تتغير وتركب مواسير جديده. يعني في هدد يعني؟ طبعا. طب اعمل لي مقايسه للعمليه كلها واحنا تحت امرك. ولا ايه يا استاذ؟ طبعا مفيش حاجه غير كده اللي تشوفه. خدتك بعافية يا ست حسنية. وانت بعافية يا معلم جمعة، شرفت وأنست. ايه اللي رجعك تاني؟ عايزين نتكلم في الموضوع. موضوع ايه؟ هو في غيره، الجواز. لما ربنا يريد يا جابر. انت يا حسنى بنتك اتجوزت وسافرت مع جوزها وبقيتي عايشة فرضانية زي حالاتي، ما بقاش ليكي حجة بقى تتحججي بيها. طب انزل احسن يستعوقوك. يستعوقوني؟ انا مش نازل الا لما تقولي. يا راجل انزل احسن يقولوا اتاخر عندها ليه. ما يقولوا احنا بنسرق. استنوا، انا راجل بخاف من ربنا مش بتاع حاجات من دي. بقى يا استاذينهم، ربنا قال ان يبقى عندي بيت طويل زي ده ويجيب لي 20 جنيه في الشهر. ما هو برضه الناس اللي ساكنين فيه غلابه استاذ. ما انت كمان غلبان وصاحب عيال. خليك في حالك احسن. امسك ادي جزء تحت الحساب والباقي لما تخلص. ما تمسك يا استاذين. ايوه استاذ،
لكن هشتغل ازاي والباشمهندس علي واقف على ايدي؟ وده باشمهندس وفاهم كل حاجه ويمكن يكشف الموضوع. لا اطمن، الباشمهندس مش هيكون موجود، انا عامله حسابي. العمارة دي بقى متغير عليها لحد دلوقتي ثلاث مهندسين ومقاول. يا ساتر، ليه بقى؟ الضمير يا باشمهندس اللي اتعدى من اليومين دول، كل شوية هاتي فلوس هاتي فلوس ومفيش حاجة بتخلص. بس أنا متأكدة إنك أنت اللي هتشطبها، وفي وقت أقل كمان من اللي هم حددوه. ربنا يستر. طب تعالى أما أفرجك. إبراهيم، إبراهيم، في مشاريع عايز اخد رايك فيها. الحقيقه اللي انا فهمت ان انا مسؤول عن عمارتين مدينه نصر وبس كمهندس يعني. ايوه ايوه فاهمه قصدك، بس في الحقيقه انا ارتحت لك قوي عشان كده حبيت اخد رايك في حاجات كتير. انا عندي حته ارض في اسكندريه حاب اخدك اوريها لك، وحاجات كتير بعدين اخد رايك فيها. المهم عندك مانع دلوقتي نروح على المزرعه؟ لا طبعا ما عنديش اي مانع. اهلا بيك يا معلم جمعه. ايه اخبار بقى المشلتت والحاجات الحلوه؟ عايزين بقى ندوق الباشمهندس المشلتت بتاعنا. حالا ينعمل. الله يخليك. معايا يا مصطفى. حاضر. ايه رايك في المزرعه يا باشمهندس؟ لا دي حاجه عظيمه جدا. اهو انا بقى كل اسبوع اخطف يومين اجي هدي اعصابي هنا. ايه رايك فيها؟ بيني وبيني معاكي حق 100%. واقف يا باشا اهو. واحد يا باشا اهو، واحد يا باشا اهو، واحد يا باشا اهو، واحد يا باشا اهو. انت ما جيتش على الغدا ليه يا ابني؟ ابدا، رحت العزبه مع فريده هانم واتغدينا هناك. هاي واحد يا باشا اهو. فين بقى يا زيتي؟ العزبه مع فريده هانم. انت شغلك ايه في العزبه؟ كانت بتوريني مساحه الارض اللي عندها، بتفكر انها تقسمها. دي لو فكرت في المشروع ده. نعم يا حبيبي، هيكتبها مكاسب خطيره. وانت بقى اللي هتبع لها الارض؟ هتشتغل لها سمسار؟ سمسار ده ايه يا منى؟ قولي مدير اعمالها، هبقى مدير عام. ابوك هيبقى مدير عام يا واد وائل، ابوك هيبقى مدير عام كبير قوي قوي قوي. عارفه يا منى؟ لو البنك وافق على تمويل المشروع التاني هيبقى مفيش اغنى مننا. على فكره انا مسافر معاها بكره اسكندريه. اسكندريه؟ وفي بقى ايه كمان في اسكندريه؟ ارض تانية ولا ايه؟ طبعا، ارض مساحتها كبيره قوي. على فكرة يا منى، الست دي في دماغها مشاريع خطيرة جدا. الله، يبان عليها غنية قوي بقى يا علي. قوي 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 قوي. انت بتغيري يا بطة. طبعا بغير، انت مش عايزانا غير. يا راجل افهمني، انا عايزة ابعد الواد ده عن البيت لحد السباك ما يخلص شغل. قول لي بقى، التمرجي كان عندك النهارده بيعمل ايه؟ انا هاجي معاكوا اسكندريه. يا راجل التمرجي كان عندك بيعمل ايه؟ الدكتور كاتب لي على حقنه عشان انا نفسي اجيب عيل. انت ما نفسكيش في عيل يا فريده؟ هو في ست في الدنيا ما نفسهاش تبقى ام يا جماعه؟
نام. على مهلك يا اسطى، البيت قاعدين يا اخويا ما يستحملش. رحت انت، خليك تشوف شغلنا امال. خليك شوف شغلك امال. بفكر اعمل على حته الارض دي مصر بدل عماره. العماره النهارده ما بتجيبش همها. ايوه فريده هانم، بس مصنع ايه يعني؟ مثلا جمالكه وغير. النهارده النجارين محتاجين جمالكه وغير. بس حضرتك يعني معلش مش هتفهمي في الحاجات دي. المختصين موجودين. بس متهيألي يا فريده هانم ان المنطقه دي منطقه سكنيه، مش ممكن المحافظه تدي لحضرتك تصريح لانك تبني مصنع هناك. لا يا طم، من ناحيه التصاريح دي ما تشيلش هم. المهم ان احنا ندرس الموضوع من كل النواحي وبعدين نبتدي. على خير الله. طب متهيألي يا فريده هانم احنا كده يا دوبك بقى مين؟ هنروح فين؟ انا ما بحبش اسافر بالليل. معلش اذا كنت حضرتك بتخافي من السواقه، انا ممكن اسوق العربيه. بلاش، انا بتشائم قوي من سواقه الليل. ما تخلينا باتين النهارده ونسافر الصبح بدري على راحتنا. معلش يا فريده هانم، انا اصلي ما قلتش لمنى الحقيقه ومش عامل حسابي. طيب ويرضيك برضو انك تيجي معايا وتسيبني لوحدي تنزل؟ ايوه يا فريده هانم، انا اصلي بصراحه مش شايف اي مبرر لان احنا نبات النهارده هنا. طب اوكي، على راحتك. طب عن اذنك هسيبك دقيقه واحده وارجع لك. اتفضلي يا فندم. معاك ما تبقاش مجنون والا هتبوظ كل حاجه. طيب 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 خلاص. لا يا ستي مدام، مش ولا بطرح لا في القطر ولا في الاتوبيس الا بعد 3 ايام. الله، وايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ طب معلش معلش، طب متشكرين قوي معلش. وهو ذنبه ايه؟ ما انت عارف ان صعب قوي انك تلاقي تذكره اليومين دول. خلاص مش اشكال، انا هاخد عربيه بيجو دلوقتي وقت كده. لا بيجو بقى دي اللي مستحيله. انا متعود على اني اركب عربيه بيجو، مش اشكال. مش ممكن اسيبك تسافر بالليل لوحدك. مش هيحصل حاجه يا سيدي لما تبات هنا للصبح. قوم بس على انا الاقي لك اوضه هنا النهارده. يعني مش ممكن ندي الناس دي اسبوع لحد ما يلموا حاجاتهم؟ ايوه يا اخويا ربنا يخليك. ولا يوم واحد، البيت حالته خطر، ده يمكن يقع واحنا واقفين. ادينا فرصه ولو اسبوع واحد نلم حاجتنا، ده حرام يا ناس. اسكت يا ست. تسكت ليه؟ من حقها تتكلم ومن حقها تطلب فرصه، امال نروح فين دلوقتي بولادي؟ انا قلت اسكتي. اما انت بتدخل في البوليه يا دليل، ده اسكتي انت كمان. يا بير رحمه مطلوب. اخرس يا راجل. ما تتخط فينا كده اللحظه دي. شوف ايه يا علي؟ علي! علي! ايه يا منى في ايه؟ يا علي بيقولوا البيت هيقع. يقع؟ ايه يا ابني؟ ايه
هيهربوا ما تضفش ايدك من البيت. مستحيل. ايه اللي حصل؟ حضرة الضابط، السكان لازم يخلوا البيت رقم 9 حالا. 9؟ ايوه. يروحوا فين يا حضرة الضابط؟ دي ناس غلابة على قد حالها. هننقلهم المساكن الأواء مؤقتا لحد ما ندبر لهم مساكن. يا فندم أكيد في غلط حصل. العمارة دي في لجنة اجتمعت عشانها وقررت إن قدامها 10 سنين. مش شغلي. ممنوع أي حد يدخل. في ضحايا؟ اللجنة قررت إخلاءه قبل ما يقع. الحمد لله. الحمد لله. أنا اللي يهمني أروح الناس. استنى لو سمحت يا فندم. يا فندم قرار اللجنة ده قرار متسرع جدا. لو سمحت حضرتك تعقد لجنة ثانية وأنا مستعد أشد خرسانة. قرار اللجنة لازم يحترم. أنا اللي يهمني أرواح الناس. اطلع يا محمود. جديد. ها معاكم كعوب قواء؟ معانا يا سيدي. لازم تصريح. داخلين الشيراتون الخي. ها تحبوا بقى تقعدوا في خيام الحكومه ولا تقعدوا في كشاك اخر حلاوه؟ حلاوه خيام وكشاك. طب وايه الفرق بقى؟ فرق. ده فرق كبير قوي، خصوصا بقى لما يدخل الشتاء. شتاء؟ طبعا الشتاء. واحنا ايه يا اخويا اللي هيقعدنا للشتاء؟ انت بتتكلمي ليه؟ تعالي هنا مع الحريم. شتاء ايه يا اخ؟ دول هم كلهم يومين لغايه ما ينقلونا شقق المساكن. المساكن؟ مين بقى اللي قال لك كده يا حاج؟ هم مين؟ ما قالوا لنا احنا كمان كده. على كل حال انا قلت اللي عندي. تحبوا تقعدوا في خيم الحكومه على راحتكم، تحبوا تقعدوا بقى في كشاك اخر حلاوه حلاوه برضو على راحتكم. طب والكشاك دي برضو تبع الحكومه؟ انت شبابه ما تيجي تخلصني. بقول لك ايه، انا سايب نص دهن الزبون وانتوا باين عليكم فلافسه ومش هنعرف ناخد وندي مع بعض. اروح اشوف اكل عيش احسن. لو سمحت يا اخ. شبابه محسوبك. شبابه بس شبابه بس شبابه خلصني بقى. انت يعني بتدفع فلوس؟ خلاص بقى كفايه كده. مع السلامه. يلا تحت امرك يا حلاوه. اتفضلوا اتفضلوا. الشاكه اهي اخر اعتبار، معمول لها مشمع في السقف عشان الشتاء. احسن من البيوت المبنيه بالطوب على الاقل ما تنقعش. وانت بقى اللي باني الكشاك دي. اسمع من بوقك ربنا، ده انا حته سمسار غلبان يا حلاوه. لا رحت ولا جيت. امال يا اسطى الكشاك دي مين اللي بانيهم؟ الحكومه؟ الله، انتوا هتسكنوا بقى ولا هتفتحوها؟ ايه السلام عليكم. ايه يا ابني استنى بس استنى، انت بتضحك بمناخيرك كده ليه؟ الراجل بيسالك سؤال ما قصدوش حاجه وحشه لا سمح الله. الكشاك دي بانيها ناس مقاولين كبار كبار قوي، مشروع انفتاح يعني. خلاص
استريحتوا؟ طب يا ابني الكشك من دول كده ثمنه كام كده بالصلاه على النبي؟ ثمنه ليه؟ وانت هتشتريه يا حاج؟ ده مش تمليك، ده ايجار. عندنا بقى نوعين من الاكشاك، نوع لوكس بمنافع ولا مؤاخذه، ونوع ساده كده من غير منافع. واللوكس ده فيه حمام؟ حمام حمام يا حلاوه. امال منافع ايه اللي بتقول عليها؟ منافع يعني المطبخ، يعني نقدر. تعالوا معايا اهو شوفوا، يعني نقدر نحط التلاجة هنا، نقدر نحط البوتاجاز هنا، ونحط النملية هناك، ولما نعوز نستحمى الحمامات بقى في الجامع. حلاوة ايه، عجبكم المطرح بقى ولا لا؟ انا سايب الدكان لوحديه. بقول لكم ايه، فكروا بقى على مهلكم وخدوا قرار، وانا بقى في الدكان. سلام عليكم. استحمى كده ليه يا عم؟ استنى شويه. ايه رايك يا منى؟ هقول ايه بس يا علي، مفيش حاجه فاتنا نعملها، امرنا لله. مستحيل يا منى، مستحيل نقدر نعيش هنا. طب امي وابني هيناموا فين؟ نحط لها سرير في اللي بيقول عليه مطبخ ده. وانت لما تعوزي تطبخي بلا انت يا منى هتقدري تروحي الحمام؟ علي معاك فلوس تروح لوكاندا؟ انت عارف علشان ناخد اوضتين في اي لوكاندا لازم ندفع كام؟ طب وليه قطين؟ ليه، نسيت امي ولا حاسبها هنا لوحدها؟ خلاص بقى يا علي، يبقى هنقعد هنا وهنتصرف. مستحيل نقعد هنا، انا هقدم طعن في قرار الهادي. مش بقى انا هقدم الدنيا. وطي صورتك يا ابني لحد يسمع. انت كمان يا ماما اللي يسمع يسمع. متشكر يا فندم، الله يخليك يا فندم، الله يخليك. الو، اهلا 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 يا فندم بيه. الحمد لله، انا دايما بزعجك معايا. لا 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 لا، مفيش ازعاج ولا حاجه، انا تحت امرك. ده يا سيدي الباشمهندس علي. قال ايه؟ قال مقدم طعن في قرار اللجنه. ايوه فعلا فعلا، الطعن جالي النهارده، هو قدامي اهو. بس الولد ده باين عليه مشاكس، يعني عايزين نلعبه شويه. لا 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 لا، ما تشيليش هم خالص، انا همر عليكي بعد الظهر. ربنا ما يحرمنيش منك ويخليك ليا. ميرسي. اوكي، باي باي. جمعه. الهانم جايبالنا الاكل، والله فيها الخير. طبعا فيها الخير. ايه يا علي، مش كويس انها جت تشوف الناس وجابت لهم اكل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شاكرين قوي يا حبيبي. العفو، ربنا يخليك. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. ها، ايه رايك يا فريده هانم في العيشه اللي احنا عايشينها؟ ايوه بس ده حل مؤقت. وبعدين ما تزعلش يا سيدي، انا عندي شقق كتير مفروشه. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا ست هانم، ايه النور ده كله؟ نورتينا وشرفتينا. متشكره قوي. خلاص يا باشمهندس، انا عندي شقه كده صغيره، اوضه وصاله، تقدر تجيب ماما وابنك ومراتك وتيجوا تسكنوا فيها لحد ربنا ما يسهل. ربنا يخليك يا ست هانم ويطول في عمرك. يا امي متشكرين جدا يا فريده هانم، بس المشكله مش مشكلتي انا لوحدي، دي مشكله اهل الحي كلهم. حضرتك ممكن تتخيلي انك تنامي في كشك او تنامي في خيمه؟ انت بتكلمني كاني انا اللي مسؤوله عن اللي حصل. اولا انتوا اللي طلبتوا ترميم البيت، ثانيا انتوا اللي جبتوا السباك من طرفكم، ثالثا طلبتوا مني ادفع تلت المصاريف، ما قلتش لا. وبعدين ما تنساش يا باشمهندس ان اهل بيت الكوامل دول اهلي زي ما هم اهلك بالظبط. بس انت شد حيلك كده وشطب العمارتين، وانا مستعده اديهم دورين ثلاثه يا سيدي يكفوا الناس دي كلها. في حاجه مني مطلوبه تاني؟ متشكرين جدا يا فريده هاني. طيب تصبحوا على خير. وانت من اهل يا فندم،
متشكرين قوي قوي. سعيدة. مع السلامة. مع ألف سلامة يا فندم. مع السلامة. بصي يا أبلة، الست جابت لنا أكل. طيب يا حبيبي، روح كل هناك مع أمه وأختي. الشغل يا جمعة. الله أكبر الله أكبر، كلها كم شهر بالصلاة على النبي والعمارتين يتشطبوا. لازم تخلصوا الحاجات دي. بين عليه مهندس شاطر يا أبو. إزاي الحال يا باشمهندس؟ أهلا أهلا يا فريدة هان، إزيك يا معلم جمعة؟ الله ينور. وعليك يا معلم. الإشاني خلص؟ الدور الأولاني كله خلص. أشوفه. إيه رأيك يا فريدة هان؟ عظيم. يا ترى الحاجات اللي طلبتها وصلت؟ لسه العربيه ماشيه دلوقتي حالا، بس يا ريت بقى تلحقونا بالاسمنت اول باول. اطمن، انا هروح استعجل لك الطلبيه دلوقتي. فكرت في اللي قلت لك عليه؟ مش واخد بالي. الله، انا مش قلت لك تجيب مراتك وابنك وتيجوا تسكنوا في شقه من شقق المفروشه؟ يا فريده هاني، المشكله مش مشكلتي لوحدي، دي مشكلتنا كلنا، ازمه وحصلت لنا كلنا ويعني احسبهم لوحدهم وامشي انا بس؟ ادي احنا اهو بنشتغل بايدينا واسناننا عشان نحاول نخلص العماره قبل الشتاء ما يجي. ده انت ما عندكيش فكره الناس تعبانين ازاي. على فكره انا جبت لك شيك مرتب شهرين، اكيد انت محتاج فلوس. مش هخبي عليكي. ايوه، متشكر قوي. يلا يا جمعه. مع السلامه يا فندم. لحظه يا باشمهندس. ايوه، امضي لي على الوصف ده. حاضر. تعرف يا علي، دي اول مره امسك في ايدي مبلغ زي ده. بقول لك ايه يا علي، ما تيجي ناجر شقه. اذا كان على الشقه يا ستي، فريده هانم عرضت عليا النهارده تاني موضوع الشقه المفروشه. طب ما يلا نروح. معقوله؟ طب ووالدك ووالدتك هنسيبهم؟ ناخدهم معانا. ازاي بس يا منى، لما هي بتقول ان كل الحكايه اوضه وصاله، هيقعدوا فين بقى؟ فعلا كملي مذاكرتك احسن. خدي شقه. ايه اللي هتديها للوالد ده؟ ما حلتوش الارض.
هيدفع ايجارها منين؟ ومين قال لك انه هيدفع؟ علي هيسكن من غير ما يدفع ولا مليون. نعم افهم دي بقى. علي ده مش لازم يبعد عن عيننا لحظه واحده، لازم ابعده عن الحوش بتوع الخيام. طول ما هو قدامهم بيفكروه بالطعن اللي متقدم في الحكومه. ابعد. خلينا في المفيد. خدت الحقنة النهاردة؟ أنا يا قلبي مش مطمن للواقع. خدت الحقنة يا جمعة؟ ما هو لو كان الواحد بس مخلف له حتة عيل صغير كان حط في بطنه بطيخة صيف. دي حاجة بتاعت ربنا يا جمعة، هو احنا هنعدل عليه؟ بقول إيه؟ الحقن مش جايبة نتيجة. ما تيجي من ربنا عيل من المادة فهو يبقى ابني ليه؟ أنا ما ربيش غير ابن بطني يا جمعة. صبح يا شباب. معلش بكره تتعود، كل يوم من ده. قولي ايه؟ انا معرفتش انك باش مهندس ده امبارح بس، ده مؤاخذه حلاوه. يا عم ولا يهمك، دلوقتي انا عايز اغسل وشي. اه وماله؟ تعال اعرفك السكه. قولي ايه؟ انا عرفت حاجه مهمه قوي وعايز اقول لك عليها. ايه؟ في شقق جاهزه، خمس بلوكات في العباسيه، المحافظه عاملاها علشان اللي بيوتهم واقعه زي حالاتنا كده. ايه ده؟ يعني شقق فاضية وجاهزين للسكن؟ ايوة. ولو انت بقى باش مهندس قد الدنيا، لو تعرف بقى حد في المحافظة بقى ممكن يخلص لك الموضوع. ما تعرفش عرفه بنفسك يا حلاوة وخلصنا من الهم اللي احنا عايشين فيه ده. ايوة بس انت متأكد يا شباب انها جاهزة للسكن؟ الله، عيب هندسة. طب بقول لك يا شباب، انت تجمع لي اسامي الناس اللي هنا كلهم وتكتب ورقه، تكتب اساميهم ويمضوا جنبيها وتجيب لي الورقه دي. ايه هتروح المحافظه بكره؟ بكره ايه، انا هروح دلوقتي. خلاص نص ساعه يكون الكل ماضي وتكون الورقه جاهزه. ماشي. شباب ايه؟ قول لي انت بتعرف تقرا وتكتب؟ الله عيب يا حلاوه، ده انا اكتب لك شعر ودقني كمان. يا شباب ايه؟ عايز اغسل وشي. اه صحيح. اه ولا لا 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 بلاش هنا، تعالى في الحته اللوكس. مساكن الزاويه الحمراء. في هنا توصيه من سياده المحافظه. ادخل. ادوني مساكن ابو العيش. ايوه. اتكلم. حضرتك بتكلمني انا؟ طلباتك. أنا عرفت إن في بلوكات مساكن شعبية في العباسية مخصصين للإيواء، فبقول يعني لو سيادتك تخصص لنا بلوكين اتنين بس ممكن يكفوا عدد السكان دول. ده جايب الكشف معاه وجايب الحل معاه. ما تاخد تلات بلوكات أحسن. يا فندم أنا متأسف جدا، بس أصل حضرتك ما عندكش فكرة الناس دول عايشين إزاي. ما تيجي تقعد مكاني أحسن. اتفضل يا أستاذ. كل حاجة هتتعمل في مواعيدها وحسب دوركم. ادوني ابو الريش. ما هو لو سيادتك مرة واحدة بس اضطريت انك تبات في كشك او في خيمة ما كنتش تقول انت كده. انت جاي هنا يا ولد تعلمني الادب؟ لو سمحت احترم نفسك وانت بتتكلم معايا. يا استاذ عم كده امشي امشي، اطلع بره. انا هطلع بره، بس احب افهمك ان الواد اللي انت بتتكلم معاه ده مهندس، وانا بعتبر نفسي اقل واحد في الناس اللي سكنوا في الايواء. طب اطلع بره اطلع بره. انت بحاجة هتحس بحاجة ازاي وانت عايش في التكييف اهو؟ عمرك جربت مرة انك تنزل في الشارع؟ سايبين الناس عمرك مرة؟ عمرك مرة؟ شوف انت عايشة ازاي الناس؟ الناس مش عارفة تتحمل ازاي؟ مش عارفين يتحملوا؟ بلا حرام عليكم، وفاهمين ان انتوا بتهبوا الله الناس؟ حيوان. دون وريش.
راجع من المحافظه متضايق كده ليه؟ متضايق؟ ده انا هنفاجئ يا منى. محدش في المحافظه حاسس بحد. لفيت على المسؤولين واحد واحد ولا حياتي لمن تنادي. طبعا. قاعدين على مكاتبهم. ازاي هيحسوا بمشاكل الناس؟ معلش يا علي. نصبر لغايه عماره مدينه نصر ما تخلص. ده لسه فاضل عليها على الاقل ست شهور. طب ونستحمل بقى باي شكل. قوم يا علي قوم غير هدومك. اهلا اهلا بيه. عاوني بيه؟ مساء الخير يا اهلا مدام. الو. عاوني بيه راجل اعمال عظيم عاش في سويسرا 18 سنة وجاي مصر يعمل مشاريع استثمار مهمة جدا. تشرف. اهلا بيك. اهلا مدام. اتفضل. وعنها اول ما سمعت كده رحت ضرب ايدي في السدير مطلع الطبنجه. وبعدين يا معلم جمعه. اهلا 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 بيك. فريد اي نون سيلمون اون دام دو مونز مي اون فام دافير اكومبلي. Je suis agréablement surprise. Je n'imaginais pas la femme égyptienne si émancipée. Je la voyais plutôt menant une vie d'intérieur, voilée. Comme dans un harem. Je n'irai pas jusque-là. مدام كانت فاكرة انه كل الستات المصرية عايشين زي الحريم بتوع زمان. نو 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 حريم نو. راح بيه ثلاثة. راح بيه ثلاثة. جمعة جمعة. قاعد معرفش ابو حريم ولازم يعني. عنها واول ما شافت الطبنجه لقيت الميه بتشر من رجلها. مدام فريده موجوده؟ كلها علي مهندس علي. ولا يهمك اخير. بس انا الحقيقه حسيت ان انا تعبان قوي ومتضايق وقلت لازم اشوفك. وانا تحت امرك. ها عايز فلوس؟ لا لا لا. امال مالك؟ تعبان. بنسان يعني؟ تعبان قوي. يا مدام فريده انا خلاص خلاص ما بقتش قادر استحمل اكتر من كده. مالك مالك يا عادي تعبان اجيبك دكتور؟ مش مسألة. ايه يا فريده في ايه؟ في ايه؟ ها اهدى بقى كده وقولي ايه اللي مضايقك. انا تعبان من عيشه الحيوانات اللي احنا عايشينها هناك. مش ممكن تتخيلي يا مدام الحياه هناك عامله ازاي. لا في ميه ولا في نور ولا في هواء. مفيش انسان طبيعي يقدر يعيش العيشه دي ابدا. ما انا قلت لك يا علي شقتي تحت امرك. انت اللي ما وافقتش. واديني جاي مخصوص علشان كده. الا بقى اذا كانت اتأجرت. لا اطمن. بكره الصبح تقدر تنقل عفشك على طول على الشقه. خلاص؟ ارتحت؟ يلا تعالى بقى فرفش كده وخد لك كافيه معانا. في شله جوه هتعجبك قوي. معقول يا مدام؟ طب ده انا مكسوف وانا واقف جنب حضرتك من ريحتي. ده انا بقى لي 10 ايام الميه ما لمستش جسمي خالص. ايه اللي جاب الراجل ده عندك؟ راجل مين؟ راجل اللي تهمه ارواح الناس. قصدك فهمي بيه؟ لا ده كان صديق قديم للمرحوم جوزي. طيب صباح الخير. انا متشكر قوي. مع السلامة. Thank you.
شايفه الشقه يا منى؟ ده انا ما كنتش احلم الناس تكون في شقه زي دي ابدا. الحمام يا منى، حمام وبني وفي ميه. تعالي يا منى تعالي، انت رحتي فين؟ ايه يا منى في ايه مالك؟ بفكر يا علي. فكري في ايه؟ معقوله يا علي ستي دي هتدينا الشقه ببلاش كده؟ هو ايه اللي ببلاش؟ هو انا مش بشتغل معاها واعتبر دلوقتي دراعها اليمين؟ منى انا حاسس ان انت ما انتيش مبسوطه خالص. اذا كنت متضايقه احنا ممكن نلم الشنط تاني ونرجع. لا يا علي انا مش قصدي، انا بس مش قادره انسى منظر اهل بيت الكوامل هم بيودعونا. انا يا منى خلاص وعدتهم اني هخلص شقق مدينه نصر بسرعه وهنقلهم فيها. وبعدين يا منى ما تشيلنيش الهم اكتر من كده، هو انا يعني مبسوط؟ مبسوطة من الشقة؟ كنت عاوز أعرف هتاخدي إيجار قد إيه في الشقة دي؟ آه على فكرة يا علي، أنا وصلتني شحنة كبيرة من الإسمنت، عايزاك تحطها في المخزن وتشرف عليها بنفسك. يا مدام حضرتك ما ردتيش عليا، أنا كنت بسأل هتاخدي مننا إيجار قد إيه في الشقة دي؟ مفيش فرق بيننا. معلش كتر خير، بس برضه لازم نعرف عشان نعمل حسابنا. هو انتوا هتقعدوا هنا على طول؟ دي حاجة كده مؤقتا لحد شقق مدينة نصر ما تخلص. ويا ستي أنا عازماكم. عن إذنكم. طب يا فريدة هانم، ما احنا برضه ممكن نعزمك على كوباية شاي. متشكرة أوي، أنا جيت أطمن عليكم. وما تنساش حكاية شحنة الإسمنت. أه طبعا يا فندم، طب. انت وراك حاجه الليله دي؟ لا ابدا ولا حاجه. طب انا عازمه ناس على العشاء، ما تيجي معانا. معلش اسمحي لي. لا ده عشاء عمل، يعني هنتكلم في شغل. ايوه بس بعد اذن حضرتك، اصل منى لسه مش واخده على الشقه وعايزين نوضب شويه حاجات، ده برضه بعد اذنك. اوكي. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه، شرفت يا فندم. متشكرين قوي على الشقه. ما جبتش معاك عوني بيه ليه؟ عوني في الأقصر يفرج مراته على مصر. برافو علي، اهي دي الرجالة اللي بتفهم. ده انا اللي نفسي اتفرج على الأقصر. يا سلام، حددي الميعاد وانا تحت امرك. ميرسي. الا قولي، هو عوني بيه ده بيشتغل في ايه بالظبط؟ واخد توكيل شركة سويدي بفندات ومطاعم، شركة كبيرة قوي. هايل. وعاوز يفتح فروع هنا في مصر. بقول لك ايه؟ ما تلايمني على الراجل ده. ألايمك عليه؟ ازاي يعني؟ اشتغل معاه. أنا عندي الأرض والفلوس وعندي. وإيه كمان؟ فهمي بيه. بس ده شغل على مستوى تاني خالص يا فريدة، دي شركة عالمية. البركة فيك، أنا هيبقى معايا فهمي بيه وأغلب. أمال فين جمعة؟ جمعة حيبات الليلة دي في العزة. آه. ها. قلت إيه يا فهمي بيه؟ في جمعة؟ لا، في عام.
ها قلت ايه؟ انا موافق بس على شرط، مش عايز اظهر في الصوره خالص، مش عايز حد يشوفني ولا يسمع عني. اطمن، ده انا هخبيك في عينيا. ياه ده كلام كبير قوي. كنت حد نسيني. ايه ده؟ لا لا لا، معقوله؟ لا ده كتير قوي، كفايه خدماتك اللي بتقدمها لي. انا تحت امرك. فهمي بيه، انت ناسي ان انا ست متجوزه؟ نسيت. اهلا يا ست هاني. روح عند الباشمهندس علي وخليه يجيب معاه التصميمات. حاضر يا ست هاني. ها ايه رايك يعاوني بيه؟ هي العماره كم دور يا مدام؟ احنا واخدين تصريح ب10 ادوار بس ممكن يتغير لو تحب. صباح الخير يا فايده. صباح النور. باشمهندس علي مدير اعمال، عاوني بيه من كبار رجال الاستثمار وجاي يتفرج على العماره. اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. ممكن يا باشمهندس اشوف التصميمات لو سمحت؟ ده رسم كروكي، ما اعرفش ينفعك ولا لا، زي ما تحب يعني. ايه الحكايه بالظبط؟ اسكت يا علي، اما لو الموضوع اللي في دماغي تم هتبقى صفقه العمر. ده واخد توكيل اكبر شركه سويسري. يعني ايه؟ عايز ياخد 3 4 ادوار من العماره؟ لا العماره كلها. كلها؟ ده جاي يتفرج عليها عشان يشوف اذا كان ممكن يعملها اوتيل ولا لا. بس انت عارفه. طب بس انت ادعي لي انها تتم. تعرف هاخدك سويسرا نمني العقد هناك وهلففك اوروبا كلها. ها ايه الاخبار يا عوني بيه؟ لسه لابس يا علي؟ رايح فين؟ مش عارف. افتح الباب. طيب شغل ايه ده اللي يخليكي تتزوقي 3 ساعات؟ امال عايزني اروح اقابل الناس ازاي؟ بالملايه اللف؟ طب اجي معاك. لا. طب هلبس البدله. قلت لا، عشان تقعد تحلف لي بالطلاق 3 وتفضحني قدام الناس. طب عليها الطلاق بال3؟ ما انا متكلم، انا هقعد زي الباجر. يا جمعه يا جمعه، احنا داخلين على مرحله مهمه، افهمني. افهمك انا اللي نفسي افهم ايه اللي بيدور في دماغك بالظبط؟ اللي في دماغي اننا نتحرك لقدام. البلد مليانه مشاريع، فلوس بالهبل. اللي هيفتح عينه ويفكر كويس هيعيش،
واللي هيغفل لحظة هيتبس تحت رجلين. فهمت؟ عن إذنك. والله ما أنا فاهم حاجة. هو مكان المزرعة مناسب والمساحة معقولة، بس للأسف هنضطر نهد أجزاء كتير. ولا يهمك يا عوني بيه، أنت قدم التعديل المطلوب والباشمهندس ينفذ. عظيم، أنا بكلف مكتب تصميمك في سويسرا وفي خلال شهر بإذن الله يكون عندك التصميم. بعد إذنكم لو سمحتولي، يعني أنا ممكن أعمل تصميم للمشروع ده، وإذا ما عجبكوش ابقوا الجأوا للمكاتب الأجنبية. يا ريت، أنا ما عنديش مانع يعني، وأظن عوني بيه كمان ما عندوش مانع. وده هيوفر لنا كتير جهد. أنا عندي حتة أرض في اسكندرية وفي موقع ممتاز نقدر نعمل فيه مشروع تاني. فريدة هانم، نخلص الأول من القاهرة وبعدين نفكر في اسكندرية. فريدة هانم قصدها إن احنا نقدم المشروع ويندرس وياخد وقته، وأنا عندي فكرة لحتة الأرض دي ممكن يتعمل فيها مدينة فرعونية بكل مرافقها. هايل، دي فكرة كويسة، فانتاستيك. ممكن تعمل لي تصميمات القرية دي؟ ده مشروع هيتوافق عليه فورا، وانا حبدأ أرسم التصميمات فورا. في صحة المشروع الجديد وفي صحة فكرة المدينة الفرعونية. علي، تفتكر جمعة هيزعل على المزرعة؟ يزعل ليه بس؟ أولا المشروع ده هيكسبك قد المزرعة 20 مرة، وبعدين ده مفهوش مشاكل، لا يقولوا العجل مات ولا العجل اتسرق ولا العجل عنده مرض معدي. الله، انت بتفهم في كل حاجة. ما انا هروح جنبك فين بس؟ طب ده انا نفسي اعرف اتعلمتي الشطارة دي كلها فين وامتى؟ اللي عايز يتعلم حاجة بيتعلمها، مش كده ولا ايه يا باشمهندس؟ تعرف يا علي، انا طول عمري كان نفسي ادخل العالم ده، ابقى واحدة منهم. أنا ناقصني حاجة واحدة بس. إيه؟ اللغات. علي، عايزك تعلمني إنجليزي، ممكن يا علي؟ بس كده من عيني. معلش يا منى، انا اتأخرت عليكي شوية. انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ ايه كام يعني؟ ايه يا ساتر؟ ايه ده؟ حياتك وحشة يا علي، انت شارب؟ يعني علشان الجو يعني. جو؟ جو ايه ده؟ جو البيزنس يا منى. اسكتي، ده انا النهارده اتفقت مع شركة سويدي على مشروع هايل هنكسب منه ملايين يا منى. مش طايقة الريحة دي؟ هرجع اللي في بطني كله. قولي بس انت رايحة فين يا منى؟ تعالي بس كملي نومك. نوم ايه يا اخي؟ النهار طلع، انا رايحة احضر فطار الولد. اصحى يا استاذ. منطقة رائعة فعلا،
والمكان ممتاز. شمس شمس، الحمد لله انها عجبتك. فريدة هاني وحضرتك قلتي لي ان المكان جميل، بس حقيقي بقى ما كنتش اتخيل انه بالروعه. انا كنت متاكده ان المكان هيعجبك يا عم. انا هسافر فورا اكتب تقرير للشركه، وبرجع باذن الله نبتدي نعمل الاجراءات القانونيه. مش جاي هنا. مالك بس يا ولد؟ ما انت مش عارف مالي. ايه يعني؟ عشان واثقه كتير يعني؟ انت عارف حالتي ان ده طبيعه شغلي. طبيعه شغلك انك تسكر وترجع لوش فجر. يا علي، يا علي انا خايفه عليك. مش مطمنه للشغلانه دي. لا غبيط، ده انا انقذت عماره مدينه نصر. دي فريده كانت عايزه تقلبها لوكاندا. فريده حاف كده؟ انتوا خلاص ما بقاش في بينكم فرق. فريده هاني استريحت يا ستي، كانت عايزه تقلب العماره لوكاندا. طب والناس اللي معشماهم بالسكن في العماره؟ لا، ما انا كمان ما اديتلهاش فرصه. خدت الراجل المستثمر ووريته المزرعه بتاعت جوزها، اقتنع بيها جدا وخلاص هنعملها قريه سياحيه. هي بتوافقك على كل حاجه كده؟ طبعا، مش انا المتصرف الوحيد في كل شؤونها. تفتكر يا علي الست دي هتوفي بوعدها صحيح وتسكن الناس في مدينة نصر؟ طبعا طبعا. هنشوف. على انا عشان خاطري. بتضحكي على ايه؟ بضحك على حكاية عشان خاطري دي. الست دي بقى انها بتعمل لك خاطر قوي يا علي، مش كده ولا ايه؟ مش شايف لها شغلها كويس؟ طيب سيبني بقى اكمل الكتاب وتفضل انت نام. تصبح على خير انت وفريدة هانم. مزرعة ايه اللي عايزة تهديها يا فريدة؟ مزرعة العجول يا جمعة. هو احنا عندنا كام مزرعة؟ طب وشغلي وارتباطاتي مع الناس والجزارين؟ أنا لسه عامل اتفاقية ب 300 راس. اتصرف. اتصرف يعني إيه؟ يا جمعة فهم، إحنا لازم نسير الزمن. مزرعة إيه؟ طب أنا هعمل لك مطرحها مشروع. قرية سياحية هتمولها شركة سويسري من أكبر شركات العالم. المزرعة إيه؟ أيوة أيوة أيوة، كلي بعقل حلاوة. أنا عارف مين اللي قالب دماغك القلبة دي. مفيش غير الواد المهندس ده. اسمعي بقى يا بنت الناس، أنا صبرت كتير، من هنا ورايح مفيش مشاريع، والواد ده يحل عن دماغنا بقى. بس أنا خلاص اتفقت مع الناس يا جمعة. مفيش حاجة اسمها اتفقت مع الناس. هو نطيسة في البيت ده؟ ولا مش مالي عينك؟ ما تكبرش الحكاية يا جمعة. هي كلمة مفيش غيرها، المزرعة بتاعتي ومحدش هيهوب ناحيتها. بتاعتك؟ ما تنساش نفسك يا جمعة. ما تنسيش نفسك أنت. إن كنت نسيت أفكرك بتاريخك من يوم ما مات الحاج حسني وكوشتي على كل حاجة لحد بيت الكوامل. ما أنت كنت شريكي في كل حاجة. أنا عمري ما كنت شريكك في أي حاجة. أنت كنت بتخططي وأنا بنفذ وأنا ساكت. كنت بحبك، كنت عايز أعمل أي حاجة علشان أرضيكي. يوم ما قلت لي أنا هتجوزك يا جمعة بقيت هطير من الفرح. ما صدقتش نفسي، الدنيا مش سيعاني. مشيت وراكي زي البهيمة المعصوبة. لكن لحد المزرعة لا يا فريدة، إن حد جه ناحيتها يبقى نهار أبوه أسود زي قرن الخروب. فاهمة؟ أهلا يا معلم جمعة. مساء
اخلاقك ايه يا راجل انت عايز تنساها؟ اولا انا لا بهد ولا ببني لان انا مش صاحب ملك. ثانيا لما تتكلم معايا لازم تتكلم باسلوب احسن من كده. انت بتهددني يا كلب. على ما أسمع. اه يا كلاب يا كلاب. انا حاولتك في دهك. لا ولسه اسمعها فريدة لساني طويل. اي حركة ندالة افضح المستور كله. ان ما وريتك يا جمعة. سلامتك ألف سلام. إيه ده؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا اللي نقلتك هنا وجبت الدكتور اديك حقنة عشان تنزل الحرارة. يا الساعة كام؟ استنى رايح فين؟ طب أنا لازم أروح. ده زمانهم قلبوا الدنيا عليا. ومش ممكن أسيبك في الحالة دي. تروح إزاي؟ لازم أروح. خلاص براحتك. استنى ما أوصلك. على إيه بس؟ أنا هنزل وأكيد هلاقي تاكسي وأروح بيه. أنت بتقول إيه؟ ده انا السبب في كل اللي جرى لك ده. هات ايدك. هات استند عليا براحة على مهلك. عادل عادل انت حبيبتي مالك يا مرايا مالك؟ اطمني يا طنط خير ان شاء الله مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ امال ايه اللي اتعمل في كده يا عادل؟ يا امي كنت طالع على السقالة وقعت من عينيا. ايه ولا فين؟ مايا وقعت من على السقالة. اصلا مني تعبت يا مرايا يا طنط. قلت لك بسيطة مفيش حاجة. انا خلاص جبت له الدكتور. روحي بس حضرتك هاتي لنا كوباية مية عشان اديله الدواء. يا ضلايا يا ابني يا ضلايا يا ابني. راح على مهلك على مهلك. استنى استنى استنى. راح راح. انا متشكر قوي يا فريدة. على ايه يا علي؟ ده انا اللي اسفه قوي على اللي حصل. الميه البرشام فين؟ يا طامر اهدي خير ان شاء الله مفيش حاجه. يا رب خلي يا رب. سلامتك يا ماما. انا ان شاء الله هبقى كويس وهنزل الشغل بكره. لا لا شغل ايه؟ لا طبعا مش هتنقل من السرير لحد ما يخف. مش كده يا بنتي. انا هسيبك دلوقتي يعني وان شاء الله هبقى اطمن عليك بالتليفون. متشكر قوي من فريق. على اسمك. مع السلامة يا بنتي. اتفضل يا دكتور. والله يا ابني انا اتلخمت ما عارفه بعمل ايه. مع السلامة يا بنتي. كتر عارفه انا سمعت الناس بتقول ان علي وفريدة اتفقوا مع السباك على هد البيت. انت برضه صدقت الكلام ده يا عم جابر؟ في الاول ما صدقتش لكن لما رجعت نفسي قلت اولا دلوقتي ده بيشتغل معاه. ثانيا فين الطعن اللي قال انه هيقدمه للجنة عشان يوقف هد البيت؟ في حاجات تخلي اللي ما يتلخبطش يتلخبط. لا يا عم جابر انا مراته وعارفاه كويس. علي عمره ما يعمل كده. يا بنتي ده بياخد 500 جنيه في الشهر. يا بنتي ده احنا في زمن الفلوس بتخلي الواحد يغير ضميره، بتخلي الناس تتجنن. كده ليه يا منى؟ ايه هو علي رجع؟ رجع. اسكت اسكت يا عم. حصل لعلي ايه اللي حصل؟ مش وقع من على السقاله عينه منكسر. علي؟ ايوه. والست هي اللي جابته لحد هنا. ست مين دي؟ ست فريدة ربنا يخليها ويطول عمرها. جابته مسنداه وهو كان قادر يتحرك. فريدة؟ وفريدة تجيبه ليه لغايه هنا؟
هو مفيش رجاله في الشغل؟ يو مش كتر خيرها يا بنتي، مش هي صاحبه الشغل ده يا حبه عين ام سخنه وعمال يهلوس يهلوس الكبش. ايوه يا فندم انا جمعة الكبش. في حاجه عندك؟ رخصه؟ رخصه؟ رخصه ايه؟ رخصه للمكان ده؟ دي عزبتي وبربي فيها عجول. عجول بس؟ فتشوا المكان، اي حاجه تلوها حافظ عليها. اعرف بسرعه. تحفظوا على ايه؟ انا مش فاهم حاجه. دلوقتي تفهم. فهمني يا فندم. احنا جاتنا اخباريه انك بتتاجر في المخدرات. انا مخدرات؟ تشرح القلب. ما هو البركه في الباشمهندس علي، هو اللي بيشرف عليها. طب خلاص، ما دام الباشمهندس بيشرف عليها نبقى نطمن. طب اسيبك انا بقى عشان الحق البنك. ما انت قاعده شويه. لا 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 لا، انت تقعد مطرحك ما تتحركش، خليك مستريح. سعيد يا مرحبا. مع السلامه. حاجات الهانم شاريها لك. شاريها لي انا؟ ايوه. شوفي بقى، يبقى ما حدش يمد ايده عليها غيري عشان تبقي عارفه. علي انا عايز اعرف ايه اللي بينك وبين الست دي بالظبط. اخص عليك يا منى، معقوله تشكي في حبي ليكي؟ طب وحياه وائل، ما في بيني وبينها اي حاجه غير الشغل وبس؟ انا سمعت انها هي اللي هدت بيت الكوامل. يا شيخ حرام عليكي، مش كل حاجه تمت على ايدينا. انا خايفه قوي يا علي. يعني انت يا اسطى لبيب خلصت الشغل اللي في المنور ولا طلعوا على الشقق فوق؟ في ناس يا دلوقتي شغالين في المنور وفي ناس شغالين فوق. كويس قوي. صباح الخير. صباح النور. لا يا فريده هنا، دي صغيره عليكي جدا. ايه يعني مش عاجبك؟ مش عجبان انا؟ انا لو لقيت عربيه بحصان توصلني لغايه هنا يبقى خير وبركه. طب اتفضل. ايه ده؟ افتح العربيه جربها، بس على الله بقى يعجبك لونها. مش فاهم. ايديا بسيطه كده، حبيت اعبر لك بيها عن اعجابي بشغلك. هديه؟ لا طبعا، بس لو حضرتك عايزه تعتبريها يعني للشغل مؤقتا لغايه ما اسلمك العمارات يبقى اوكي. خلاص انا اشتريتها باسمك. ايوه فريده انا ما عملت الشغل استاهل عليه. يا سيدي بقى قصه ثمنها. لا اذا كان كده بقى معلش، دي منى هتفرح جدا بالعربيه. ولا الواد وائل ما عندكيش فكره، اكيد هيقعد يتنطط عليها طول النهار. طيب هتوصلني بقى ولا اخد تاكسي؟ تاخدي تاكسي؟ وده معقول برضو؟ هوصلك طبعا، انا دلوقتي راجل عندي عربيه.
وهتعزمني على العشاء؟ واعزمك على العشاء كمان. كلام بقى يا اسطوات، انا جاي لكم بكره الصبح بدري ان شاء الله. مع السلامه يا كوماندر. ايه الكلام ده يا منى؟ معقول تصدقي حاجه زي كده على جوزك؟ نفسي ما صدقش يا مينا، نفسي. بس كل حاجه بتاكد ان علي اتغير خالص من يوم ما اشتغل مع الست دي. كل ليله سهر لوش الفجر. غصب عنه يا بنت. بس الحكايه مش حكايه مواعيد يا منى. لو تقولي لي بس ايه اللي شاغلك. مش عارفه اقول لك ايه بس يا نينا. يا رب يطلع كلام الناس كله غلط. اتعب ثاني اللي يقول على ابني كلمه وحشه. أسيب مراتي وابني. مين قال لك انك هتسيبه؟ فهمني يا علي، احنا الاثنين بنكمل بعض. انا عندي الفلوس والمستقبل والمشاريع، وانت عندك الشباب والطموح. طب وجمعه هتعملي فيه ايه؟ جمعه؟ فانت عايز تحسب جمعه ده عليا زوج؟ ده وجوده زي عدم علي. امال اتجوزتيه ليه؟ ظروف. بعد موت جوزي كنت عايشة وحيدة، وقف جنبي وجاب لي كل حقوقي، اضطريت اتجوزه. نهايته علي. علي انا طول عمري كان عيني عليك يا علي، زمان من ايام ما كنت في الجامعة. عمري كنت بتمنى اكون لك انت لوحدك. علي انا نفسي ابقى امي. علي نفسي ابقى امي. علي يا
ايه يا منى بتعملي ايه؟ ابعد عني ومن هنا ورايح مالكش دعوه بيا خالص. طب مش هفهم ايه السبب؟ السبب انت عارفه كويس وراضي بيه وواضح انك سعيد تمام، لكن انا بقى مستحيل اقبل على نفسي وعلى ابني مليم حرام. حرام ايه وحلال ايه بس؟ انا مش فاهم انت جايب الكلام ده منين؟ إيه؟ انت ايه يا ابني حكايتك مع الست اللي اسمها فريده؟ انت كمان يا امي؟ انت يا ابني صحيح اتفقت معاها تهد البيت وتشرب الناس في الشوارع؟ معقول يا امي هتتفق معاها؟ كل الناس بيقولوا كده. معقول يا ناس؟ انا اتفق معاها ضدكم؟ انت يا ابني مش كنت مقدم طعن؟ ايوه. طب راح فين الطعن ده؟ سكتي ليه؟ سكتي ليه يا علي؟ يا امي معقولة انت تصدقي ان ابنك يخون اهله وناسه ويتفق مع واحدة ست؟ معقول يا ناس اللي انتوا بتقولوه ده؟ منى من فضلك عايز اسالك سؤال واحد بس، انت شخصيا ممكن تصدقي ان ده يحصل مني؟ كان نفسي اصدقك واكذب الناس يا علي. الحمد لله يا رب. والله ما اقعد تاني واقعد في البيت وعيالي. طب يا منى هفهمك حاجه، هتروحي فين بس دلوقتي بعد نص الليل؟ هروح انام مع اهلي اللي شردتهم. طيب يا حبيبتي الصباح رباح. ابعد عني قلت لك. يا منى طب انا هوصلك بعربيتك الجديده اللي شاريها لك الهانم. يا منى عارف لو نزلت ورايا هصوت والم عليك الناس. طب يا منى عشان خاطر الولد، الولد هياخد برد لو كان. طب ابعد يا علي قلت لك. حرمي نفسي من البربره قلت لك. ابعد عني. طب ايه اللي حصل يا عشان خاطري فهميني ايه اللي حصل. انت جمعة الكبش؟ ايوه انا جمعة الكبش. اتفضل معايا. المدام دفعتك الكفالة. مع السلامة. ايه يا جمعة؟ انت لازم تشكر الست. لولا تدخلها كانت القضية لبستك. انت عايز ترجع السجن ولا ايه؟ هو في حد عايز يدخل السجن؟ يبقى اسمع الكلام وما تضيعش وقتي، انا سايب الشغل وجاي علشانكم. لازم تطلع الهان. لا الا دي، انا مستعد اعمل اي حاجه الا فريده. دي حياتي، عايزين تاخدوا مني حياتي؟ حرام عليكم، اعيش ازاي؟ وبعدين معاك يا جمعه. هي مش عايزاك يا اخي، ما تفهم بقى. وبعدين هتدي لك محل في عماره من عماراتها وفوقيهم 10,000 جنيه، عايز ايه زياده عن كده؟ ولا فلوس الدنيا تعوضني فريده، دي عشره عمر من ايام المرحوم جوزها الاولاني. فريده انا جمعه، فريده انا اللي وقفت جنبك وحافظت على حقوقك. مالوش لزوم الكلام ده دلوقتي يا جمعه، خلاص احنا ما بقيناش ننفع بعض. لا ما تقوليش الكلام ده، انا مستعد اصلح عروستي، انا مستعد ابوس رجلك. اوعى ابعد عني يا فهمي بيه، ارجوك ابعدوا عني. يا عبا يا امال يا 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 جمعه خلينا نخلص من الحكايه دي بهدوء، احنا جبنا المأذون. لا انا قلت لا يعني لا، واعلم بخيلكم اركبوه. انا مش هفتح، انا ههد الدنيا وترفعها على دماغكم. رايح فين؟ ابعد عني احسن لك. انت لو ما كنتش راجل كبير انا كنت اعرف اخطري منك ازاي؟ ما هو علشان انا راجل كبير لازم تسمع كلامي، ما تطلعش فوق، الست مش لوحدها. ابعد عني بقول لك. اسمع كلامي، روح لاهلك احسن لك. اهلي؟ اهلي اللي هديتوا عليهم العماره وشردتوهم يا مجرمين. انت عرفت؟ انا ما اتكلمتش، انا ما قلتش حاجه. يعني انت كنت عارف؟ على العموم انا حسابي مش معاك انت، انا حسابي مع الكلبه اللي فوق. تعالى بس، انت راسك ناشفه كده ليه؟ ما تطلعش فوق، بقول لك انت مش قد الراجل اللي عندها. راجل مين؟ فهمي بيه. اها، الراجل اللي خايف على ارواح الناس. انت مش قدهم يا ابني، انت شاب صغير مستقبلك قدامك، انما انا خلاص كبرت راحت عليا، ما عدتش هنا تاني هتشوفني. هم عملوا فيك ايه؟ ربنا ما يوريك اللي عملوه فيا يا ابني.
السلام عليكم. بقول السلام عليكم. طبعا ليكوا حق ما تردوش عليا. ما كانش العشم تعمل فعلك كده يا حلاوه. معاك حق يا شباب. كلكم معاكوا حق انكم ما تردوش عليا. عايزنا نرد عليك نقول لك ايه؟ نقول لك انك بعتنا؟ نقول لك منك لله؟ بس يا حسني. سيبها يا استا جابر. سيبها تقول اللي هي عايزاه. معاها حق. معاها حق في كل كلمه هي بتقولها. بس اللي انا عايز افهمه لكم ان انا كمان اتخدعت زيكم بالظبط. اوعوا تصدقوه. اوعوا تصدقوه. انت كذاب. كذاب. امال كانت مديك شقه ببلاش ليه؟ وعربيه جديده ليه؟ بلاش. طلع وريهم سلسله المفاتيح الدهب. منى مش مكتوب من نفسك يا باشمهندس. منى مش مكتوب. انت اللي جابك هنا. مش خايف على عربيتك الجديده؟ منى بس عالية يا شيخ. خايف يا باشمهندس؟ اسمعيني يا منى. خايف. صدقيني صدقوني كلكم يا جماعه. ما عرفتش غير النهارده بس ان هي اللي هدت البيت. اتضحك عليا زيكم بالظبط. انا لما عرفت كنت عايز اقتلها. لا يا ابني اوعى تعمل كده. دي ما تستاهلش تروح في داهيه عشانها. ما هو ربنا ستر وجمعه هو اللي منعني. جمعه؟ جمعه ما هو شريكها هو كمان. ما خلاص رميت ورمية الكلاب. يا جماعه انا كل اللي عايز اقوله لكم ان انتوا لازم تصدقوني. انا مش ممكن اسيب. مش ممكن ابدا اتخلى عنكم. اما هي بقى فربنا يقدرني عليها. مالك سرحانه في ايه؟ انت دلوقتي بقيتي حره جمعه وخلصنا منه. في احلى من الحريه؟ مش عارف اللي عملته ده صح. ويا ترى الانسان اللي عملت عشانه كل ده هيقدر؟ شوف يا فريدة، اول ما شهور العدة تخلص هنتجوز على طول. عندك مانع؟ لا ابدا ابدا يا فهمي. بس الحكايه محتاجه شويه تفكير. ده انا يا دوب لسه متطلقه النهارده بس. وماله؟ خدي راحتك فكري على كده. على فكره عاوني يكلمني. الشركه قبلت المشروع بتاعه وهيوصل بعد كام يوم. استاذن انا بقى. ما لسه بدري. لا معلش كفايه قوي كده. فندم فهمي بيه؟ لا يا فندم ستي مش موجودة. راحت فين؟ راحت البنك يا فندم. حاضر حاضر هقول لك. مع السلامة. ما لو الباش مهندس علي جه خليه يستناك. ما يمشيش لما اجي. فاهمة؟ حاضر.
صباح الخير يا ست هاني. الباشمهندس فوق؟ لا، مشي من الصبح، عدى علينا وشاف طلبات العمال ومشي. ما قالش راجع تاني؟ لا، قال مش راجع. يا بنتي صباح النور. امال علي فين؟ علي؟ علي راح الشغل يا بنتي. شغل؟ ده انا لسه جاي من مدينه نصر، قالوا لي ما جاش. هو قال هيتاخر عشان رايح الاسماعيليه. يبقى راح المزرعه. جايز يا بنتي. وهي منى فين؟ منى؟ اسكتي يا بنتي، مش دبخنا كبيره مع بعض، ولمت هدومها وراحت غضبت عند اهلها وتحايل على علي وراح يصالحها مش راضي. ايه؟ طبعا اذنك يا طنط. اتفضلي يا بنتي، مع السلامه. ايوه يا فندم. باشمهندس هنا يا مصطفى. موجود يا فندم. دوختني عليك، قلبت عليك الدنيا. انا كمان كنت هتجنن عشان اشوفك حبيبي. طب تعالى دلوقتي روح اتغدى لحسن ميتة من جوه، وبعدين نرجع على هنا. مالك يا علي؟ ما بتاكلش ليه؟ لا، انت مش مبسوط النهارده. مع اني جايبه لك خبر هيفرحك قوي. خلاص يا علي، انا خلصت من جمعه. ده كان كابوس واتزحمن على قلبي. مع اني خبيش عليك، يعني هو الموقف كان صعب عليا قوي، لكن كل حاجه تكون عشانك يعني. للدرجه دي بتحبيني يا فريده؟ اخسى عليك يا علي، انت لسه بتشك في حبي؟ ربنا هو اللي يعلم قد ايه انا بحبك. انا صحيح اتجوزت مرتين لكن من غير حب. طب ده انا كنت هتجنن لما دورت عليك وما لقيتكش. تصدق انه رحت لك البيت نسيت نفسي؟ انت لسه مش مصدقني؟ لا، اعوذ بالله، طبعا مصدقك. متهيألي بقى نقوم نمشي. نمشي نروح فين؟ ده انا مصدقت لقيتك يا علي. احنا نخلص اكل على طول ونروح على الاستراحه. طيب بتفضلي انت تسبقيني وانا هحصلك؟ ما انا معايا العربيه اللي انت شاريها لي. اخص عليك يا علي، اوعى اسمعك تقول كده تاني، ده انا كل بنتك يا علي. انا عندي كلام كتير قوي عايز اقوله لك. تعالى.
جمارك وتخلصي اوراق. بقول لك يا حبيبتي، ايه رايك لو تعملي لي توكيل واخلص انا الحاجات دي كلها وارجع لك تاني؟ ده يوم المنى يوم ما تتصرف في حياتي زي ما انت عايز يا علي. صباح الفل حلاوة. صباح القشطة هندسة. صباح الفل يا شباب. ايه احنا كمان مش هنسكن ولا ايه؟ والله مخسرة فيك يا شباب، هاخد بياناتك دلوقتي. معاك البطاقة؟ بطاقة وباسبورت كمان، دقيقة واحدة اجيبها لك. ماشي. بقول لك يا اسطى جاد، اؤمر اول ما اخلص كتابة العقود دي تاخدها وتروح تسجلها في الشهر العقاري. عينيا اوعى تكسل. معقول؟ دي فرصتنا. ربنا يخليك لنا يا باشمهندس، ربنا يخليك لأهل بيت الكوامل كلهم. ربنا يكرمك يا باشمهندس. بطاقة ايه يا هندسة؟ بسرعة كده يا شباب. هنا وانا قالب عليك الدنيا، ما جاش في بالي انك هنا الا النهارده، قلت اكيد في العيد. انا سعيده قوي، الدنيا مش سايعاني من الفرح. انا بحب يا فهمي، بحب حقيقي. يا سلام، باين انك سعيده ما شاء الله، وشك مورد. مفيش في الدنيا اجمل من الحب يا فهمي. فعلا. ويا ترى بتحبي مين؟ بحب اعظم انسان في الدنيا، وهتجوز. هتتجوزي؟ فهمي ارجوك ما تزعلش مني. فهمي تعالى تعالى، ما اقولك مقدرش انسى جمايلك عليك، لكن امال مين اللي بتحبيه؟ الحب ده كله هتتجوزي. علي هو ده اعظم انسان في العالم. بيحبني وهيعوضني عن كل حرمان السنين. بس ده مش من مقامك. ربنا يوفقك. ما تستنى، علي زمانه جاي، عايز اعرفك عليه. يمكن ما عجبوش. وحشتني. تعالى يا روحي، تعالى يا روحي مع عزمومك يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا. علي حبيبي، انا اسفه قوي. علي انا ظلمتك، معلش. انا لما رجعت من الشغل ولقيت اهل الحته عاملين فرح وزيطه بيحتفوا بحياتك، ما بقتش مصدقه نفسي وهما بيحكوا لي انك مضت لهم عقود وهيتنقلوا من القبور اللي عايشين فيها دي. كان نفسي كل الناس تكدبني، بس انت تصدقيني يا منى. اعذرني يا علي، ده من كتر حبي ليك كنتش مصدقه انك ممكن تخون اهلك. ايه
فين ابراهيم؟ تعالوا. اهلا اهلا ست هانم. الحمد لله اللي انت جيتي. انا كنت هبعت لك البيت. ليه؟ بقالك يومين ما جيتيش، الباشمهندس سايب لي الجواب، قلت لا سيبك. طب بس خلاص، امشي روح شوف شغلك. هانم ده عزي. ايوه النهارده الصبح خد عفش ومشي وساب لحضرتك المفتاح. وما سابلكش ورقة عنطر اخر؟ ما سابش الا المفتاح ده، وكان معاه الست مراته والست. طب بس خلاص ما سابلكش. مش قادرة أصدق نفسي، أنا زي ما أكون في حلم، كابوس مش قادرة أصحى منه. ده معقول علي يطلع منه كل ده؟ يعني كنت مستنيه إيه من واحد واقف زيه؟ ولسه ياما هتشوفي أكتر وأكتر. الحكاية من أولها غلط في غلط. ده خد التوكيل اللي عملتهوله وفرق شقق مدينة نصر على الناس. معقول في إنسان في الدنيا بالشكل ده؟ طبعا معقول حد قال لك تديله التوكيل. بيته وثقت فيه. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ انا مكتوب عليا اعيش عمري من الحب. زي ما عودتك انا دايما جنبك، مش هسيبك. طيب انا لازم انزل دلوقتي، بس عايزك تريحي، لسه قدامنا ايام صعبة. عشان اشرب كاس ولا اقعد اتسلى.
لا انا جاي اقول لك ان في نوعيه من البشر مش ممكن تتباع، محدش في الدنيا يقدر يشتريها. ممكن تكون النوعيه دي ما خطبتكيش ابدا في حياتك، لكن انا من النوعيه دي يا فريده. انت ضحكت عليا، حاولت تفهميني ان انت محتاجاني اقف جنبك كمهندس، واتضح ان انت كنت بتحاولي تباديني عشان تهدي بيت الكوامل، بيت الكوامل اللي اتربيت فيه انا واهلي كلهم. وما اكتفيتيش بكده وبس، عشان تكملي كل مؤامراتك حاولت تفهميني انك بتحبيني. دي مش مؤامره يا علي، انا فعلا بحبك. لا يا فريده، انت بتحبي نفسك والفلوس وبس، وكل اللي انت عايزه تضمنيه ان انا افضل تحت ايدك. انت غلطان يا علي، انا فعلا بحبك صدقني. ارجوك يا فريده سيبيني اكمل كلامي. انت عارفه كويس قوي انا كان ممكن اعمل ايه بالتوكيل اللي معايا، بس انا كل اللي عملته ان انا رجعت حقوق الناس الغلابه، الناس اللي اتطردت من بيوتهم من غير ما يعملوا اي ذنب، يعني رجعت الحق لاصحابه. وانا واثقه على كل اللي انت عملته، مش كده وبس، انا فلوسي كلها تحت امرك. طبعا مش مصدقني، معاك حق. يمكن انا قبل كده كنت معرفش يعني ايه معنى الحب، يمكن قبل كده حياتي كلها كانت غلط في غلط، لكن دلوقتي دلوقتي انا مستعده بيها الدنيا كلها ولا اخسرش لحظه واحده من الاحساس الجميل اللي خلاني احس اني بني ادم. ارجوك يعني احنا لازم نتجوز يعني. فريده، انت ناسيه ان انا متجوز وعندي ولد؟ لا يا فريده، انا سكتي غير سكتك. ارجوك يا علي ما تخطبنيش، انا بحبك يا علي. أرجوك صدقني يا علي، أنا بحبك يا علي. أرجوك يا علي صدقني يا علي. التوكيل أهو يا فريدة. لا لا يا علي. ومفاتيح العربية. صدقني يا علي أنا بحبك، ما تسيبنيش يا علي، ما تسيبنيش. العمارة هتقع يا باشمهندس. تقع؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ في لجنة جت وفحصت الأساسات والصبة والعمدة الخرسانية وقررت إزالة العمارة. لا يا فندم، ده ملعوب، ملعوب ومش هينطلي علينا أبدا. والله ملعوب مش ملعوب، دي مش مسؤوليتي. لو سمحت اتفضل بره. لا اسمعوا يا جماعة، محدش يتحرك من هنا، العمارة دي سليمة. أنا أتحدى أي لجنة في الدنيا ممكن تقول إن العمارة دي هتقع. شوفوا بقى، إذا كان اندعك عليكم المرة اللي فاتت فالمرة دي مش هيحصل أبدا. أنتوا أهل بيت الكوامل؟ أيوه. أمال فين الباشمهندس علي سعد الدين؟ أنا يا فندم
انت مطلوب القبض عليك. انا ليه؟ في تهمة الغش في الإرسال. انا والاتجار في الاسمنت وحديد التسليح في السوق السوري. انا يا فندم. حاضر. انا هاجي مع حضرتك عشان اعرف مين اللي عمل فيا الملعوب ده. مبسوطه؟